الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل أن يستقيم الناس على أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك نستطيع أن نتكلم في هذه الحلقة عن إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد أرسل الله رسوله ليبلغ شرعه وحكمه، فإذا كنا مؤمنين فنرجع إلى حكم الله كما بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول، أي لأي أمة من الأمم، كل رسل اللي أرسلهم الله، إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله، يعني يطاع الرسول لا على أنه سيد يستعبد الناس، إنما يطاع عندما يبلغهم، فهو يبلغهم شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك من أطاع الرسول فقد أطاع الله كما جاء في الآية الكريمة. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الناس قبل الإيمان في جاهلية فيطيعون الطاغوت، أي من يتسلط عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، والأديان السماوية جميعا التي جاء بها الأنبياء عن ربهم أساسها تحرير الإنسان من تسلط أخيه الإنسان. إذن من استحل طاعة غير الله فقد جعله مع الله شريكا، وهذا هو الشرك الذنب الذي لا يغفر. ولذلك عندما يظلم الإنسان نفسه، أي بالطاعة غير الله، سواء كان في كل أموره وهو الشرك أو في جزئية بسيطة يسمى أيضا ظلما المعصية، يستحق صاحبها العقاب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي حين ظلموا أو وقت ظلمهم لأنفسهم، جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله من ذلك الذنب واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما، يتوب الله عليهم ويرحمهم ويمحو عنهم ذنبهم. ثم يبين القرآن بوضوح أن من ترك طاعة الله ورسوله فليس بمؤمن. فلينتبه المسلمون في المجتمعات الإسلامية إلى هذا. معلمه الذين يكونون على درجة من التعليم، أو الذين يكونون جاهلين، أو الذين يكونون أميين، طاعة الله ورسوله هي المقياس في الإيمان. فمن أعرض قصدا عن طاعة الله ورسوله واستحل طاعة غير الله واحتكم لغير شرع الله فهذا ليس من المؤمنين. هذا ليس رأيي وليس كلام نقوله. اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: يقسم ربنا فيقول فلا وربك، يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر أي اختلف، لأن الأشجار تدخل أغصانها ببعض، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية قوله تعالى فلا وربك، أخرج الأئمة الستة، أي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي إلى آخره، عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في خاصمه في شراج الحرة. الشراج مسيل الماء، والحرة المناطق الصخرية التي أصلها بركانية، صخور سوداء، كانت تطلق في الصدر الأول في الإسلام الحرة، لأن المدينة فيها حرتين، جبلين عظيمين أصلهم جبلين بركانيين. خاصمه في شراج الحرة. والقاعدة الشرعية التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء يسقي به من تمر المياه في أرضه أولا، ثم يترك الماء إلى الآخر، وليس سقي الماء لآخر واحد، لأنه قد لا تصل الماء إلى الآخر فلا يسقي الأول ولا الآخر. فإذا يسقي الأول ثم يسقي من بعده، ثم إذا فرغ يسقي من بعده، وهكذا. فعندما اختصموا في شراج الحرة، أي في مسيل الماء،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمته الزبير بن العوام: اسقي أنت يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فإذا بهذا الشخص المتخاصم قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكمت له يسقيه أول لأنه ابن عمتك؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا. إنه حكم بهذا الحكم لأنه المنطق العلمي، كما قلت قبل قليل، لو كان آخر واحد سيسقي ممكن ما تصل الماء لعنده فلا يسقي أحدهما، فيسقي أولا من تكون الماء في أرضه ثم يرسل الماء إلى جاره. ولكن هذا عندما لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أكان ابن عمتك يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني تمتلئ الأرض تماما، ثم أرسل الماء إلى جارك. وأنزل الله قوله تعالى: فلا وربك، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، فيما اختلف بينهم، حتى يقبلوا حكمك، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم الله، فيما شجر بينهم. ليس فقط يحكموك، سيركون منافق برضى بحكم الله مؤقتا لأنه بعدين الناس بعيبوا عليه خاف منهم، هذا لا يكون مؤمنا عندما لا يرضى بحكم الله ورسوله. لذلك قالت الآية: ثم لا يجدوا في أنفسهم، أي في داخل أنفسهم، حرجا أي ضيقا، الحرج الضيق، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يستسلموا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكم الله الذي جاء في القرآن. هكذا يكون الإيمان. إذن أول مظهر من مظاهر الإيمان تحكيم شريعة الله، ولكن هذا التحكيم ليس كافيا في الظاهر فقط، إنما ينبغي أن يكون معه أمرين آخرين. الأول أن يكون هذا التحكيم عن رضا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن طيب نفس من غير حرج نفسي، والثاني التسليم والخضوع والانقياد لشرع الله ظاهرا وباطنا. فالتحكيم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لكتاب الله القرآن ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حفظها الله لنا عن طريق ضبطها إلى أن دونت في كتب الحديث. فمن يخرج عن حكم الله ورسوله أو لا يرضى بحكم الله ورسوله ليعتبر نفسه ليس من المسلمين، وليصلح نفسه ويجدد إيمانه، لأن الله يقسم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. Thank you.